من جديد مشاهدي قناة النيل الأزرق ومستمعينا، نعود للتواصل معكم على صباح البي ان اف ام. نتكلم معكم حول تقدير الذات واحترامنا لإمكانياتنا وقدراتنا، وإنه نحن لازم نجتهد عشان نصل ونحقق أهدافنا وغاياتنا، وإنه نحن يعني بنستحق دائما المكان الأفضل لنفسنا. قصة المقارنة مع الآخرين دي تخيل لي مرات بتدخل الواحد في تفاصيل تانية. يعني الواحد لازم يكون مؤمن بقدراته وما يستخف بقدرات الآخرين ويقلل من إمكانياتهم، لكن أنت برضو لازم تكون يعني عارف مقدراتك وتحاول دائما أنك أنت تطور من إمكانياتك عشان تصل للأهداف المفروض تحققها في حياتك. عموما قبل ما نتكلم معاكم على أرقامنا اللي بتظهر عليكم دائما أسفل الشاشة 46 30 48 و 46 30 47، خلونا نتكلم مع الدكتور محمد حسن رحمة الله، وهو مدرب تنمية بشرية وأيضا أخصائي نفسي. أهلا وسهلا بك دكتور محمد. مرحبا بك أخونا، وكل سنة وأنت طيب، وإن شاء الله دائما الناس يعني مبسوطة ودائما يعني أمورها يعني زي ما بيقولوا ضابطة يعني. الله يخليك إن شاء الله، كل سنة وأنت طيب والعيد مبارك عليك إن شاء الله. علينا وعليكم مبارك، وإن شاء الله كل المستمعين يسمعونا وهم يعني مبسوطين، ويستمر هذا الانبساط يعني الله يديك العافية. دكتور محمد، يعني تخيل لي تقديرنا لذاتنا واحدة من الحياة المهمة جدا بالنسبة لكل واحد مننا، ودي بعد ده بتدي الشخص ثقة واحترام لنفسه، ويعني ممكن يصل لمرحلة انه يكافئ نفسه لما يحقق نجاحات في حياته. اكيد طبعا، يعني التوازن النفسي من اهم الاشياء اللي بتظهر عند الانسان عندما الانسان يكون عنده ثقة، يكون عنده الباور، يكون عنده التحكم في ذاته، في مجريات الاحداث اللي بتحصل في حياته. ودي طبعا بتدي الانسان، كل ما الانسان كان ذو ايجابيات اكيد بتديه دفعه وبتديه ايحاء بانه هو يعني مهم في الحياه. فاهميه الحياه بتكمن في الانسان اللي هو قيم نفسه في الاشياء الايجابيه اللي بحققها. وحتى لو كانت في اشياء سلبيه ممكن يعني ممكن في الانعكاس ممكن تنعكس بشيء ايجابي في حياته المستقبليه. لكن دائما نحن بنقول الانسان الايجابي هو الانسان اللي بيكون واثق في نفسه، هو الانسان اللي بيطور من نفسه، هو الانسان اللي بيتحكم في ذاته، هو الانسان اللي بيكون عمق في مجريات الاحداث بالنسبه للاخرين. طيب دكتور محمد، يعني مرات بتمر علينا يعني ايام مثلا في حياتنا انه الواحد بحس انه خلاص الحياه ما ماشيه معه زي ما بقولوا بصوره تمام، وهو ما قادر يتجاوز المرحله اللي هو موجود فيها، وحاس نفسه انه هو يعني خلاص ما قادر يدي او ما عنده الامكانيات والقدرات اللي تخليه انه يقدر يحقق نجاح في حياته او يصل للوظيفه او المكان اللي بيطمح له. انتم بتنصحوا شنو الواحد لما يكون موجود في ظروف زي دي؟ طبعا اي انسان عنده مقدره لحاجات معينه، طبعا في انسان كل انسان ربنا يعني اداه الموهبه في حتات معينه. والحياه اكيد هي بتتحكم احيانا في الانسان حسب ظروفه وحسب الشيء ربنا رايده ليك. يعني احيانا انت تكون انسان متفوق جدا في الدراسه، لكن يعني ربنا عرضك انك تمشي في مجالات اخرى. صحيح طبعا دي حاجه، كل حاجه عند المقدره وبيكون مكتوبه، لكن ده ما معناته انه الانسان يجيب. دائما الانسان بيكون يعني واثق من نفسه وعنده الواقعيه في تفاصيل حياته، يعني كل خلال الواقعيه دي مهمه جدا يا دكتور محمد. دكتور حسن. دكتور محمد حسن، نعم. طبعا فالواقعيه مهمه جدا، مهمه جدا في تفاصيل الاشياء، لانه كل ما الانسان كان واقعي بالاشياء الموجوده حوالينه كيف هو يكون انسان راضي عن نفسه وراضي عن الاخرين وراضي عن حاجاته. يعني في انسان مثلا
ما عنده يعني المقدرة على تطمين يصل لأشياء معينة، فبتلقاه تعبان وتلقاه مرهق وتلقاه يعني تصرفاته غير وتلقاه دائما زهقان، لأنه أصلا هو ما قدر يحقق الشيء اللي بيكون في خياله، هو بيتخيل إنه ممكن يصل للأشياء دي، لكن في واقعيته هو ما بيصلها، يعني ما بيصلها. فلذلك لابد أن الإنسان يكون واقعي، يكون عنده المحفزات أو الأشياء اللي بتكون حوالينك. يعني أنا مثلا عندي مشروع معين، المشروع ده أنا عندي له أجندة معينة، عندي له تصرفات معينة، عندي له مخرجات معينة، عندي له قصور معين، في حاجات بتنجح في حاجات كده. فأنا ما دام لميت بكل المعايير الموجودة في هذا المشروع أكيد المشروع هينجح. صحيح. لكن انا اصلا عندي يمكن تقريبا ربع تلت الاشياء ونص الاشياء ما فيش، فانا في النهايه يدير المشروع نجح وما نجح اكيد انا اخفقت في بعض الاشياء. فلذلك صحيح. الواقعيه مهمه، يعني في تفاصيل حياتنا لازم نكون واقعيين، ولازم يكون الانسان عنده الابيليتي وعنده المقدره على تصميم يمشي تصرفاته وحاجاته بالاشياء الموجوده حواليه. صحيح صحيح. شكرا جزيلا دكتور حسن محمد رحمه الله، مدرب تنمية بشرية وأخصائي نفسي، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات حول تقدير الذات.